أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر. بداية دعوني أن أعرف عن نفسي، أنا المعلمة هيفاء سويتي، سأقوم بتدريسكم لهذه المادة وهي مادة التربية الإسلامية. آملا منكم أن تكونوا هنا هذه سنة خير وتفاؤل ونشاط وحيوية في هذه السنة الدراسية. في هذا الفيديو أعزائي الطلاب سنقوم بالتعريف بكتاب التربية الإسلامية، محتويات هذا الكتاب، وأهمية دراسة هذه المادة. فقد جاء كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر الأساسي منسجما مع فلسفة التربية والتعليم وخطة تطوير التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وملحقا مضامين الإطار العام والإطار الخاص للتربية الإسلامية ومعاييرها ومؤشرات أدائها التي تتمثل في إعداد جيل مؤمن بالله تعالى ذي شخصية إيجابية متوازنة، معتز بانتمائه الوطني، ملتزم بالتصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، أيضا متمثل الأخلاق الكريمة والقيم الأصلية، ملم بمهارات القرآن 21. إذن في هذا الفيديو أعزائي الطلاب سنقوم بالتعريف لكتاب التربية الإسلامية وأيضا محتوياتها التي ستقوم بدراستها في هذه السنة الدراسية عزيز الطالب، وأهمية دراسة هذه المادة التي هي مادة التربية الإسلامية للصف العاشر. عزيز الطالب، كتاب التربية الإسلامية وهو منهاج وزارة التربية والتعليم. في هذا الكتاب عزيزي الطالب سوف تتعرف على دروس هذا الكتاب، منها تنقسم إلى أربع وحدات: الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة والوحدة الرابعة. في الوحدة الأولى عزيزي الطالب، واجب المسلم اتجاه القرآن الكريم، البيع ومشروعيته وأحكامه، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة المنورة، حق التملك، من صور عناية الإسلام بالمرأة حمايتها من العنف، علم أصول الفقه. أيضا بالوحدة الثانية، سورة البقرة، من مقاصد الشريعة الإسلامية وحفظ الدين، الحديث الشريف، حفظ اللسان، أحكام وقف التلاوة. أيضا مراتب الدين، القيادة الهاشمية ودورها في إبراز سورة الإسلام، وأيضا سورة البقرة. أما في الوحدة الثالثة أيضا هناك ستكون سورة البقرة، الربا وأحكامه في الفقه الإسلامي، المسجد الأقصى المبارك، من أنواع الوقف الاختياري الجائز، صحيح البخاري، القرض وأحكامه في الفقه الإسلامي، أيضا التفكر في خلق الله تعالى. هنا ستكون في الوحدة الرابعة، من أنواع الوقف الاختياري الجائز وهو الوقف الكافي، القمار وأحكامه في الفقه الإسلامي، أيضا الصحابي الجليل خالد بن الوليد، الحياة زينة الإنسان. هنا ستكون هذه في الوحدة الرابعة. إذن أعزائي الطلاب ستكون هنا الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، الوحدة الرابعة. كل هذه الدروس سوف تكون في السنة الدراسية إن شاء الله. إذن منها كما قلنا واجب الإسلام، البيع، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة المنورة، حق التملك، علم أصول الفقه. سورة البقرة سوف تكون بالوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، أيضا أحكام وقف التلاوة ومراتب الدين الإسلامي، وأيضا الربا وأحكامه، والمسجد الأقصى المبارك، صحيح البخاري، القرض وأحكامه، التفكر في خلق الله، أنواع الوقف الاختياري. كل ذلك عزيزي الطالب سوف نقوم بالتعرف عليه درسا في خلال هذه الدراسة السنة الجديدة أعزائي الطلاب. أما أهمية دراسة هذه المادة كما قلنا وهي دراسة التربية الإسلامية للصف العاشر، يعمق إيمانهم بالإسلام عقيدة وشريعة، أيضا يسهم في بناء الشخصية من النواحي الجسمية والعقلية
والروحية والاجتماعية بشكل كامل ومتوازن. إذن هي تعمق الإيمان بالإسلام عقيدة وشريعة، وبناء الشخصية من النواحي الجسمية والعقلية والروحية والاجتماعية بشكل كامل ومتوازن. نسأل الله عزيز الطالب أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يعيننا جميعا على حمل المسؤولية وأداء الأمانة. من هذا الكتاب أن نأمل أن تنال إعجاب أبنائنا الطلبة والمعلمين، وتجعل تعليم التربية الإسلامية وتعلمها أكثر متعة وسهولة وفائدة، ونستمر في تحسين هذه المادة التي سوف نقوم بدراستها أعزائي الطلاب. أما أعزائي الطلاب، سمات هذا الكتاب، كما قلنا يتألف هذا الجزء الأول من الكتاب من 4 وحدات وضعنا لها عناوين من كتاب الله عز وجل، ويعزز هذا المحتوى مهارات البحث، عملية التعلم مثل الملاحظة، التصنيف، الترتيب، التسلسل، والمقارنة والتواصل، وهو يتضمن أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتنمي مهارات التفكير وحل المشكلات، فضلا عن توظيف المهارات والقدرات والقيم بأسلوب تفاعلي يحرك الطالب ويستمطر أفكاره، بحيث يصل إلى المعلومة بنفسه وعن طريق استنتاجاته بتوجيه وتقويم وإدارة منظمة من معلمه الكريم، حيث أن للمعلم أن يجتهد في توضيح الأفكار وتطبيق الأنشطة وفق خطوات محددة منظمة، بغية تحقيق الأهداف التفصيلية للمبحث بما يلائم ظروف البيئة التعليمية وإمكاناتها، واختيار الطرائق التي تساعد على رسم أفضل الممارسات وتحديدها لتنفيذ الدروس وتقويمها. إذن تقدم هذه الطبعة تجعل تعليم التربية الإسلامية وتعلمها أكثر متعة وسهولة وفائدة لكم أعزائي الطلاب. إذن هذه سمات هذه الكتاب يعزز مهارات البحث كما قلنا، وعمليات التعلم، وعمليات التعلم أيضا هي مثل الملاحظة، التصنيف، الترتيب، التسلسل، المقارنة، التواصل، كما قلنا أيضا يتضمن أسئلة متنوعة تراعي تراعي الفروق الفردية وتنمي مهارات التفكير وحل المشكلات، فضلا عن توظيف المهارات والقدرات والقيام بأسلوب تفاعل. طاب يومكم أعزائي الطلاب بذكر الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم على حسن استماعكم.